ثق بالله ولا تيأس ولا تحرم إخوانك المرابطين في تلك البقاع المقدسة من كل عون، ولا تعجز عن الدعاء. ففلسطين لأهلها مهما طال الزمن، لا تيأس 100%، فلسطين لأهلها مهما طال احتلالها وستعود إلى أهلها. خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في الأحاديث الصحاح بأن المسلمين سيقاتلون اليهود وسينتصرون عليهم. فلا تيأس، ثق 100% بأن الحق سيعود لأصحابه. ولعل هناك من يقول العدو يقتل الكثير، يحرق الكثير، يغتصب كل يوم جديدا، يتواصل ويأخذ دعما دوليا، فكيف لا نيأس؟ أقول، كتب أحد المفكرين اليهود يقول: إن الأعداد في مثل هذه المواجهة غير موضوعية. لقد قتل من الأمريكيين 50,000، وقتل من الفيتناميين 3 ملايين، لكن الذي ربح أخيرا هم أهل فيتنام، وخسرت هنالك أمريكا. لقد قتل من الفرنسيين 4,000، وكان شهداء الجزائر نحو 1,000,000، لكنهم كانوا هم المنتصرين، وخرج الغاصب المحتل مدحورا. إن الأعداد في هذه القضية ليست مقياسا للربح والخسارة. فثق بنصر الله وعودة الحق لأهله، ومهما استطعت أن تدعم جهد أهلنا بفلسطين بأمر فافعل. نحن مختلفون، كل واحد يستطيع شيئا. إن استطعت بمال فافعل، إن كنت صاحب قلم فافعل، إن كنت صاحب منبر فافعل، إن استطعت بمقال فافعل، ومهما يكن من أمر فلا تبخل عليهم ولهم بالدعاء. واعلم بأن المرأة يؤجر على نيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا.